نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا. في النهارده ضمن مبادره حياه كريمه موجوده بقريه الركابيه التابعه لمركز كفر البطيخ، قافله علاجيه من الخدمات المميزه جدا لوزاره الصحه واللي بتدعم من كل الجهات المعنيه سواء كانت المحافظه او الوزاره، كل لتوفير الخدمه الطبيه، خصوصا هي بتستهدف المواطنين في الاماكن البعيده عن المستشفيات المركزيه، وده طبعا علشان نوفر لهم خدمه مجانيه علاجيه متكامله تخصصيه. عندنا النهارده 12 عياده تخصصيه الى جانب عياده تنظيم الاسره، عندنا المعمل، عندنا الاشعه العاديه أشعة الصنارة، عندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة، بحيث إن المواطن يحصل على خدمته كاملة داخل القافلة، وفي حالة إن المواطن احتاج استكمال الخدمة أو احتاج فحوصات أو عمليات جراحية بيتم إحالته لأقرب مستشفى مركزي لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة، بحيث إن هو يبقى حصل على الخدمة كاملة من القافلة بشكل مجاني وبشكل سريع. بيتعمل دعاية كويسة للقافلة من قبلها بفترة مناسبة عشان كل الناس تعرف، بيتجهز المكان وبيتعمل منافذ لقطع التذاكر، طبعا بتبقى أكتر من منفذ علشان نسهل المواطنين وبنسهل وبنزود العيادات، لو في عيادات اللي عليها تردد عالي بيبقى موجود أكتر من عيادة، كل ده طبعا علشان المواطن يحصل على خدمته بأسرع وقت وبأقل مجهود، وخدمة زي ما قلت كده متميزة مجانية. شكرا. القوافل الطبية اللي الدولة موفراها ضمن مشروع حياة كريمة دي بتعمل إنجازات كبيرة للناس اللي ما فيش عندهم مستشفيات أو وحدات صحية متكاملة. دخلت قطعت التذكرة وكشفت عظام، دخلت للدكتور كشفت عظام، فحصنا كويس على الأماكن اللي أنا بشتكي منها، وبعدين بعتني أعمل تحاليل، كتب لي على تحاليل أعملها، ورحت عملت التحاليل وأنا بنتظر التحليل الدكتور عمل لي ثقافة صحية